أخبار اليوم. شهر رمضان في أمريكا. دخل الإسلام في المجتمع الأمريكي عن طريق المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا والدول الإسلامية والأسيوية، وأخذت الأجيال الأولى تنجب أجيالا ثانية، ومن ثم تكاثر المسلمون في المجتمع الأمريكي وخاصة مع بدء اعتناق الأمريكيين الأصليين للدين الإسلامي، الأمر الذي جعل الإسلام هو الدين الأكثر نموا في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد احتفظ المسلمون المقيمون في المجتمع الأمريكي سواء ممن يحملون الجنسية الأمريكية أو غيرها بالعادات والتقاليد الإسلامية خلال شهر رمضان الكريم، فكل أسرة تحمل تقاليد مجتمعها وتعمل على إحيائها في بلاد الغربة. فعلى سبيل المثال، لا تزال الأسر تحرص على التجمع على مائدة إفطار واحدة معا من أجل تقوية العلاقات بين جميع أفراد الأسرة والمجتمع الإسلامي هناك. كذلك يشهد الشهر الفضيل إقبال المسلمين غير الملتزمين على الصيام، الأمر الذي يشير إلى الدفعة الروحية التي يعطيها الصيام للمسلمين في داخل وخارج أوطانهم. كذلك تمتلئ المساجد بالمصلين، خاصة صلاة التراويح، إلى جانب تنظيم المؤسسات والجمعيات الخيرية الإسلامية العديد من الأنشطة التعريفية بالصيام وفضله وبالإسلام عامة. فيتحول الشهر الكريم إلى مناسبة دعوية إرشادية للمسلمين وغير المسلمين. ومن مظاهر تفاعل المجتمع الأمريكي عامة مع الشهر الكريم اهتمام وسائل الإعلام بحلول الشهر ونشر صحف مواعيد بدء الصيام، وكذلك نشر المواد الصحفية الخاصة بالشهر من عادات وتقاليد المسلمين وأشارك التي تنتشر في أوساط الجالية الإسلامية. كما اهتم الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدعوة المسلمين إلى البيت الأبيض في أول شهر الفضيل، كما ينص الدستور الأمريكي على احترام العبادات والأديان كلها دون تفرقة. وعلى مستوى الأفراد، بدأ الأمريكيون من غير المسلمين في التعرف على الصيام والعبادات الإسلامية، الأمر الذي يعطي صورة عن تقديم المسلمين الأمريكيين نموذج جيد للدين الإسلامي، وهو جعل الإسلام بالفعل الدين الأكثر انتشارا ونموا.